المهندس محمد كمال عبد الهادي حسن رئيس مجلس إدارة شركات الهلال. المشكلة إن إحنا اتظلمنا واتسرقنا من إدارة التحفظ، سارقين 7000 فدان قيمتها أكتر من مليار جنيه، وسرقوا مني 7 مليون دولار من البنك الأهلي وبنك اسكندرية. إدارة التحفظ الحالية بتتستر على إدارة التحفظ اللي فاتت اللي سرقوا أموالنا ومصانعنا، وبعد 23 سنة من الظلم والقهر والفساد خدت براءة وإلغاء قرار التحفظ بتاع إدارة التحفظ. فالمفروض أستلم المصانع بتاعتي بعد الحكم القضاء النهائي البات بالبراءة وإلغاء قرار التحفظ لتسليمي مصانعي والمزارع بتاعتي. ولكن إدارة التحفظ المستشار عصام خليل اللي بيتسطر على الفساد، المستشارين اللي قبليه عاصم الغايش ورجاء العربي اللي سرقونا ونهبونا ومرافض تنفيذ الحكم، بالرغم ان قانون العقوبات بيقول يحبس ويعزل اي موظف عام لا ينفذ قضاء الاحكام. فاحنا هنا جموع العاملين شركات الهلال واهلي واصدقائي عايزين نطالب معالي النائب العام تنفيذ الحكم النهائي البات اللي لازم يتنفذ، ونستلم اصولنا، وكفايه الفساد والنهب والسرقه اللي حصلت طوال السنين الطويله دي.